سيرتنا استنوها يا دادا كل البيت شوفوها كل البيت شوفوها سيرة سمعة ومرزوق يا هالي فكروا فيها وحلوها فكروا فيها وحلوها حليتوها بنكون وصلنا الكل مضمون والأجوبة عالتلفزيون بالرسائل ودوها يا سمعة حذر حذر تاني يعرف وشو مدبر يا مرزوق حذر حذر تاني يعرف وشو مدبر خلي الجمهور يفكر خلي الجمهور يفكر خزين يا ريتنا يحلوها خزين يا ريتنا يحلوها يا مرزوق يلا اسأل اوعك علينا تبخل خلي اللي بعرفوا الحال بالبريد يدزوها سمعة ما بيها حواجز ليش ليش مجنني هي إذا جاء منهور جاهز هيك هيك بتطمني موجود عندي الجوائز هيك هيك بتفرحني وإذا عرفوا بيربحوها وإن شاء الله بيربحوها سيرتنا استنوها يا دادا كل البيت شوفوها كل البيت شوفوها سيرة سمعة ومرزوق يا هالي فكروا فيها وحلوها فكروا فيها وحلوها مرزوق مرزوق الحقني يا أخوي الحقني يا مرزوق الحقني الحقني يا زلمة الحقني القدر يا مرزوق بلاش يخبط راسه في الأرض يا زلمة بيييي سمعاك إجازي ملايشك وين انت يا بلوادم؟ ليش تركتني وطحت من الطيارة؟ يا زلمة زقت زقت الطيارة وشفت الشباك فاتح نطيت منه طيب إذا تنط بتنط بحبل يا نط بمظلي يا بلوادم يا زلمة البظلة صعبة الحبل أسهل هذا حبل مرض شيء جميل شكرا شكرا رائع. الله يخليك رائع شكرا خلي اخوانك غلط 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 كل اللي بتحكوه غلط ليش؟ تخيل انه صاحبك نزل من شباك الطيارة نعم. انت شو بتعمل؟ بدي احاول امسكه اقرب طب مثل يا اخي احنا بدنا مسرح جد هون مثل وريني كيف بعدين ايش بق هاي؟ بق هاي هيك خروج عن النص بلا غمش يا سلام تخرجش عن النص عندك نص مكتوب احكي تخرجش عن النص حاضرين وبعدين شو مرزوق ايش مرزوق؟ شو اقول له؟ شو اقول له؟ اقول له يا حسن ابراهيم؟ لا يا اخي شو اقول له؟ مثل يا اخي بحساس مرزوق 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 حسسني انه انت نازل نازل بدي احساس بدي احساس نعم. يا اخي احنا بنعمل في مسرح جاد جاد فاهم جاد جاد مثلج ولا جاد جاج انا بنعمل مسرح جاج انا وجه ابوك يا مرزوق خلاص خلاص بنعمل مسرح جاج احنا خلاص خلاص صدقني يلا بروح يلا بالاول عيد بالاول المسخره مباكي. يا زلمة شو هاي شغلة يا زلمة؟ يا زلمة شو هالشغل؟ أنا بدي أروح مرزوق. لا سمعة سمعة بدك تصير فنان ومن طلب العلا سهر الليالي يا خالي. يا زلمة شو فنان يا زلمة؟ موتتنا يا زلمة الشغل هاي. يا بالله وادم شو نسوي لك يعني إذا بتصدقني إذا ما صرنا فنانين وبنظل على هالرشة غير أنا وياك نحمل مقشة. مرزوق؟ يا زلمة لو بدشر كل الفن وببيع طحالات وفشي ولا بشغل الشغل. خلص سمعة معلش نجرب يا أخي نجرب نحن نشوف خلص بدهم مسرح جاد مسرح جاد. يا زلمة جاد بتقول لك جاد جاد ما انا بقول جاد جاد بالذات طيب يا مرزوق بدي اسالك هسه سؤال تفضل يعني عدم مؤاخذ يعني نعم يعني هسه مين بده يحضر مسرحيك ومسرحيتك هاي مين بده يحضر بيجوا ذكرتني بتعرف سمعه اهلنا واهلك بيجوا بهالباصات شو نسوي والله اهلي واهلك ما هو بطلعناش مصاري بعدين يا زلمه مضيها كلها على البليش يا زلمه انا عارف شو بدنا نسوي والله ما انا عارف يا زلمه انا بتقهرني هاي لما تفتر فيي عم جيت لحالها قال زي المخرجين العالميين زي هذا المخرج اللي شو اسمه الطلياني هذا فليني شو بتساوي يا زلمه شو تقول فليني يا بالله واد اسمه فليني استنى استنى زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني حرام
لا 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 مش زابطة الأغنية، مش زابطة. كيف؟ بدي حركة، بدي يكون في الأغنية حركة. هاي ذبحنا بعض هسا. حركة صار معي حركة. الحبل. بتمسك الحبل وبترميه على كتفك. حلو، ورمينا. وانت ماسك الحبل بتتخيل حالك انك على مركب. طيب. وانك بتستنى بسمكة تطلع تزورك. طلعت السمكة، ساعتها بتبدي تغني. زوروني كل سنة مرة حرام، تنسوني بالمرة حرام، تنسوني بالمرة. فاهمين؟ والله ما حدا فاهمين شيء. وهذا هو الإحساس الصح. يا سمحة سلامتك. الله يبارك فيك. سلامة ابتسامتك. الله يطول عمرك. بتغير حياتي. الله يخلي اخوانك. وبتطفي اهاتي. يا سلامة مش بيناتنا. حبيبي سلامتك. هذا اصبعك خليه برا. مفهوم؟ يلا. يعني هذا خليه برا المشهد؟ ايوه. المرة الجاية بخليه برا البروفة، بقطعه وبجيك بدون اصبع ان شاء الله. يلا. الاستاذ مساعد المخرج بده يوريكم الحركه اللي راح تعملوها. تفضل. اوكي، هلا اي حركه عملهم اياها؟ حركه المشهد الرابع. اوكي، اطلع علي كويس. حاضرين، راقبوا. يلا هوبا. هذا هو اللي بدي اياه. خيي، يعني انت مصره على الحركه هاي اللي بدي اسويها؟ طبعا مصره. بالضبط 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 بالضبط. العادية يعطيك العافية، وأنا بقدرش أشتغل. السلام عليكم. بستين داهية. لا حضرت المخرج سنة سمعة. عفوا، صار هون بين شوية سوء تفاهم. الحقيقة الزميل الفنان الصاعد الواعد واقف القاعد زميلي سمعة بقصد يعني عدم المواخذة يا حضرت المخرجة، هاي الحركة وشو الجملة اللي بتركب عليها؟ هاي بتركب على جملة بدك شتكل لك لقمة يا مرزوق. ايه عفوا، طيب يعني هالساعه يعني ضروري هاي هيك كل ما هي لقمه عاديه؟ يعني انا عارف انه الجمهور انعركه بده يقعد يفهم علينا. مش شغلك يا استاذ، هذا شغلي انا، تتدخلش. وبعدين انت فنان يا اخي، لازم تكون رشيق. الفنان لازم يكون عنده رشاقه، حركته تكون خفيفه. نعم. فاهم ايش هذا؟ مين؟ شو لمين يا سمعه؟ ايش لمين انت الثاني؟ ايش هاد؟ خفف سمعه، عيب. وانت كمان، هذا كمان لازم يروح. صدقيني ما باكل غير 5-6 وجبات باليوم. يلا انت وياه، لازم كله هذا يروح. بدكم تعملوا نفس الحركات. يلا يا زلمه، شو هاي المهزله؟ صدق انا مش فاهم من كل اللي بتحكي. يا حضره المخرجه، يعني عدم المواخذه، اذا احنا فنانين مش فاهمين كيف بنمثل وكيف بنقول، كيف الجمهور بده يفهم؟ انا ما بهمني الجمهور يفهم. ايه معقوله؟ بالضبط، هذا هو اللي بدي اياه. مسرح اللا معقول. ساعة بتشوفه زعلان. زعلان زعلان زعلان. وساعة بتشوفه فرحان. فرحان فرحان فرحان. مرة بتضحك منه كثير. كثير كثير كثير. ومرة بتلاقيه غضبان. غضبان غضبان غضبان. ليلة بتشوفه مدير. مدير مدير مدير. أو غني وليلة طفران. طفران طفران طفران. بتحول من شاب صغير. صغير صغير. لرجل كبير وتعبان. تعبان تعبان تعبان. إلو استوب هذا الحكي غلط. بدي أشوف التعب في عيونكم. وين التعب؟ وين التعب؟ صدقيني هنيكنا. بعدين أنت ممتاز سمع. الله الله التعب واضح. الله الله الله. بس أنتوا كلكم غلط. بدي أحس التعب عيونكم وشوفكم. بعدين ارفعوا ايديكم. تعبان تعبان تعبان. حاضرين حاضرين. يلا أشوف من أول. يلا حاضرين. لا حول الله. بتحول من شاب صغير. صغير صغير صغير. لرجل كبير وتعبان. تعبان تعبان تعبان. وإله عدة أسامي. أسامي أسامي أسامي. بتلاقيه أشكال ألوان. ألوان ألوان ألوان. ساعة بتشوفه زعلان، وساعة بتشوفه فرحان. مرة بتضحك منه كثير، ومرة بتلاقيه غضبان. ليلة بتشوفه مدير أو غني، وليلة طفران.
بتحول من شاب صغير لرجل كبير وتعبان، وإله عدة أسامي بتلاقيها أشكال وألوان. ساعة بتشوفه زعلان وساعة بتشوفه فرحان، مرة بتضحك منه كثير ومرة بتلاقيه زعلان، ليلة بتشوفه مدير أو غني وليلة طفران. بتحول من شاب صغير لرجال كبير وتعبان، إله عدة أسامي بتلاقيها أشكال وألوان. أيها الأحبة، نأمل أن تكونوا قد عرفتم الإجابة. احتفظوا بالإجابات حتى نهاية الشهر الفضيل، وابعثوا لنا على العنوان التالي: المملكة الأردنية الهاشمية عمان، صندوق بريد 927-326، مسابقة مرزوق سمعة ما هو. والله ولي التوفيق. وزيع الناس بنوها يا دادا، كل اللي بتشوفوها كل اللي بتشوفوها، وزير السمعة ومرزوق يا هالي، فكروا فيها وحلوها، فكروا فيها وحلوها.